هلا هو مرات بيجيك مباشر زي هذا، مرات بيجيك كم سولوشن فيه. هلا عشان يختصروا شغلة انفينيتلي منيو، بيكون حكي لك المتغيرات كلها مت 5. فاحنا كنا نحكي اكس 3 يساوي تي صح؟ بس هلا تي مش مسموح لها غير تكون 5 فاليو اللي هو من 0 ل 4، لو كانت كل المعادلات ماخوذه مت 5. رح توضح بعد شوي. طيب ما بعرف اذا واضح بس حاولت اشرحه. طيب بحكي لك في جامعه، والجامعه في عندها تدفئات او سكاشن تدفئه. بحكي لك في فنيين، كل فني اول شيء عندك ان سكشن من التدفئات وان فني. كل فني يا بيفتح السكاشن، يعني بتكون عنده سبسيت معين 1 3 5، بروح بكبس كبسة السكشن الأول الثالث والخامس. فلو كان الأول أصلا already on فبصير off، لو كان off بصير on. يعني هو بكبس كبسة بغض النظر إنه هي شغالة هي طافية، مرات بشغل مرات بطفي، ولازم يكبس كل كبساته. يعني خلص ما بصير تحكي له روح اكبس لي واحد، يعني يا بكبسهم 1 3 5 يا ما بكبس ولا شيء. في البداية هم كلهم طافتين أو مسكرين، بدك تختار سبسيت من الفنيين بحيث كل السكاشن تكون اون. يعني تخيلوا هذا الاكزامبل اللي هو أول فني، الثاني أحسن. أول فني بفتح السكشن الأول، أو أول فني وثاني فني بفتح السكشن الثاني. بس في اصلا اوكي بدنا نحكي عن 3 اوكي، والثالث بيفتح 1 2 3 تمام. فشو لازم ايش لازم نختارهم كلهم. الاول راح يشغل الثلاث، على هذا اوريدي تمام. اشوف السامبل اوكي، السامبل عندنا 4 سكاشن. الأول بيفتح 1 2، الثاني بيفتح 2 3 4، الثالث 2، الرابع 4. طيب بدنا نختار سبسيت من هدول يضبط كل السكاشن. طيب لو اخترنا هاد وهاد كافي؟ هذا راح يضويها، هذا راح يطفي 2، راح يضوي 1، فضل 2 مطفية ما بنستخدم الثالث. فأول 3 راح يضوي كل السكاشن. سبسيت ورا بعض. سبسيت مش ورا بعض. يعني لو حكيت لك هذا الرابع، هذا الثالث، وإن 250. عرفت السؤال؟ بنختار سبسيت من الفنيين يضوي لي كل شيء. بس هي الفكرة انه في اثنين بخربوا على بعض، يعني واحد راح يضوي واحد راح يطفي، ويجي واحد ثالث يضوي. زي هيك. الانبوت اطبع لي ارقام الفنيين اللي راح تستخدمها. نعطيك 5 دقائق. ها؟ كمان في شرط؟ دائما هو بحكي لك ال اتس ويلي بن نون ذات تكنيك امبوسيبل. اوكي بحكي لك انه التكنيك الفنيين كثير مناح، فكلهم اندبندنت عن بعض، يعني ما بتقدر تبدل الفني بلينير كومبينيشن. يس بس لو انت هاي الجمله لو ركزت فيها راح تعرف انه اصلا ما في، انه دائما في سولوشن. يعني هو هذا تيم اصلا بحط لك اطبع من سولوشن، اصلا دائما في سولوشن. يعني هي لازم تستنتجها بس نحكي. طيب تاخذ بريك.
كم من بريك ولا ساعة تشغل؟ طيب لا شروط. طيب في حدا عنده حل؟ عدد انكم حل؟ عدد حل؟ نمثلها كجاوس او كماتريكس. الضوء المضوي عنده محط واحد، مش مضوي الضوء هو مش محط عنده. الفاريبلز شو عندك معناته؟ الفاريبلز للسكاشن صح؟ عندي طيب. عندي السكشن والعامل. ايش المعادله؟ معادله شو؟ انت بدك تحل معادله؟ هسه بديش امشي على المعادله، بدي امشي على الماتريكس نفسها. اللي عنده الواحد في مثلا الواحد باخذه، وعندي بوليان الري انه معلم فيها انه هذا الضوء هسه مضوي ولا مطفي. لانه لما اروح على واحد ثاني لاني بدي اخذه بدي اتاكد انه هذا الضوء مضوي ولا مطفي. هو الفكره انه في ناس راح يخترب عليك. زين شوي كمان. هسه هو انت دائما في حل اكيد. دائما في حل ماشي، بس انه هو دائما في ناس بيخرب وناس بيظبط. احنا اضطرينا ناخذ الثاني والاول، بس الاثنين طفوا لي، الاثنين ما بعض طفوا لي الاثنين، بس اجى الثالث ظبط الوضع ودور. هي انه انت كيف تمام الثاني انا بحاجه اخذه فعليا لانه تمام هي هو اللي طويل بالضبط. فكيف نترجمها للكود او الجوريثم؟ 1 2 3 شغل طيب انه طيب اول شيء احنا ملاحظين انه ترتيب الفنيين ما مش مهم، ما راح يفرق. والمهم لكل سكشن انه انكبس، انه لازم يكون انكبس قد مره، يعني يا انكبس مره يا 3 مرات يا 5 مرات صح؟ هدول التنتين واضحين. طيب الفاريبلز الكل عم بيختار انه يكونوا على السكاشن، بس انا بدي اختارهم على الفنيين. بدي احكي اكس 1 هذا انت مظبط البناء اوكي. اكس 1 0 لو ما بدي استخدم هذا الفني، 1 لو بدي استخدم. هيك الاحتمالات اصلا. لو بدنا نعمل بروت فورس نعمل 2 اس ان انه اي فني استخدم، اي سبست من الفنيين استخدم. فالمعادله بكل بساطه انا عارف طيب وين السامبل؟ 1 2 2 3 4 2 4. هلا انا عارف اني لازم كل واحد بدي اياه منهم مضبوط. طيب هذا الفني الاول و اكس 1 و اكس 2 اكس 3 اكس 4 المعادله هذا الكونستنت فاكتور. المعادله هي للسكشن الواحد. طيب هاي المعادله بدي اياها تمثل انه السكشن الاول هون لازم تكون 1. هل عند الفن الاول 1 مضويه انه هو مسؤول عنها؟ الثاني مسؤول عنها، في 1 بهذا الروب حط 0، الثالث والرابع 0 0. هلا انا عارف انه مجموع هدول موديل 2 لازم يكون 1 مود 2. كل المعادلات مود 2. طيب الثاني مين مسؤول؟ الاول مسؤول عنه، هذا مسؤول عنه، هذا مسؤول عنه، الرابع مش مسؤول عنه، هاي لازم تكون 1، هذا كله تكون 1 مثلا. الثالث مين مسؤول عنه؟ اللي هو بس الثاني. والرابع هو بس الرابع مسؤول عنه الثاني والرابع اللي هو هذا وهذا. طيب هلا
الجواب هو المعطينا اياه اكس 1 و2 و3 كلهم 1 وهاي 0 هذول قيمهم 1 طلع الجواب وهذا 0 تاكدوا ان المعادلات تتحقق واحد ضرب واحد واحد هون كله صفار فواحد تساوي واحد بس انا حكيت المعادلات كلها مفقوده مده 2 واحد ضرب واحد زائد واحد ضرب واحد زائد واحد ضرب واحد 3 مده 2 واحد فواحد تساوي واحد هون هاي واحد واحد ضرب واحد 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 ضرب واحد واحد زائد واحد ضرب صفر لسه واحد فكل المعادلات الفكرة أن الفاريبلز هي بتمثل إني آخذ الفني ولا ما آخذه. طيب هلا ضل واحد ضل السؤال كيف نعملها بمدة اثنين. هلا في تريك حلوة إنه لو أخذنا إكس أور. الإكس أور زي كأنك بتجمع بتاخذ مدة اثنين. بدلنا الجمع بإكس أور. يعني صرنا نحكي هاي اكس اور هاي اكس اور هون ضرب فلو بدلنا الجمع باكس اور بصير صح ليش اصلا الاكس اور بسموه جمع موديل اثنين ليش؟ واحد زائد واحد ايش بالاكس اور؟ متشابهين واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر 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 فالاكس اور اصلا اكويفالنت انك تجمع موديل اثنين فأنا بس بدي أبدل الجمع بمدة بإكس أور. طيب بدنا نكتب هذا في سؤال عليه رح أكتبه بأكثر من طريقة بس رح أبلش هلا هو السؤال إحنا عندك كيف بيعدي بس في شيء اسمه بيت سيت ما راح اشرحها بس بتخلي الكومبلكسيتي انت كعيب على 32 مش على 64 64 32 حسب كيف تشتغل بيت سيت بس غالبا على 32 طيب احنا بنكتب هاي الماتريكس ونحلها طيب كيف بدنا نحلها؟ بدنا نجيب رو في 1 ونحطه بالاول هلا الباقي اللي فيه 1 شو لازم نعمله مع الاول؟ صح احنا كنا مش كنا نحكي نضرب الكونستنت وهذا ضرب الكونستنت هلا ما بدنا اياه احنا بدنا عمليتين اللي هم سواب كنا نجمع واحد مع الثاني هلا بدك بدل الجمع احنا صار اكس اور فعشان نحل هاي بعمل هاي اكس اور هاي فكم بتصير؟ هاي اصلا بتتصفى هلا هاي اوريدي صفر فما راح ابلش فيها، اوريدي صفر ما راح ابلش فيها. اوكي. في مشكلة. لا مش مشكلة. اوكي. هلا هاي واحد لازم اخلي هدول صفار. هاي اكس اور هاي. هاي راح تصير صفر. صفر اكس اور واحد راح تصير واحد. طيب وهاي اكس اور هاي صفر واحد هاي رح اضلها واحد تمام هلا هاي انا زبطت هاد وهاد طايل هاد هاد اوريدي واحد فما رح اعمل له سواب اصلا اي شيء هاي اكس اور هاي رح تصير هاي صفر طيب شو يعني هاي المعادلات؟ يعني اكس 4 equal 1 اوكي استنى شوي لا في غلط ايش هو؟ لازم تعمل اكسترول يس انا ما كنت اعمل اكسترول للناتج كيف كان؟ بس عنده طيب احنا لما عملنا هاي كانت 1 1 0 شو بهم غير الماتش
اعمل اكس اور على الناتج من فوق. ايش العمليات اللي عملناها؟ والثاني وال كنا نطنش الفار. طيب الثاني والرابع نسوي الفار. هو خلينا نقولها الماتريكس على السريع. الأول مسؤول عن واحد من اثنين، مسؤول عن واحد من اثنين، الثاني مسؤول عن اثنين ثلاثة أربعة. الثالث مسؤول عن اثنين بس، الرابع مسؤول عن أربعة. أوكي، هاي صفر بس صفر. صفر 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 صفر. اوكي لما نعمل هاي اكس اور مع هاي نفس هاي رح تصير صفر. استنى شوي، لازم صفر وين؟ الناتج، الناتج واحد كله. مش كتبتها من اول مره؟ مش انا حكيت بجمعهم موديل 2، يعني هاي ضرب اكس 1 زائد هاي ضرب اكس 4 موديل 2 لازم يكون واحد. انه لازم نكبستها، يعني في قد مره نكبست الكبسه. طيب احنا وين كنا؟ هاي واحد. طيب لما نعمل اكس 4 هاي مع هاي، هاي راح تصير صفر، هاي راح تصير هاي اكس اور هاي صفر واحد، وهاي راح تصير صفر. هاي اكس اور مع هاي صفر واحد واحد واحد. هاي اكس اور مع هاي اوكي هاي واحد هاي صفر هاي صفر. لما نحكي اكس اور ايكوال صفر، x3 equal 1 x2 xor x3 equal 0. نعمل xor للطرفين x3 فبصير x2 equal x3 واللي هي 1، x1 هي 1 اللي هم هاي 1 2 3 هم الضوئيين والأربعة هو الطرف. ليش نعمل xor بنتو مع بس بدنا نقولها على الجهة الثانية. عمل اكس اور للطرفين باكس 3، اكس 1 اكس اور اكس 3 اكس اور اكس 3 يساوي اكس 3 صح؟ هدول الثنتين مع بعض صفر، رقم اكس اور نفسه صفر فبصير اكس 1 يساوي اكس. بس بدنا نقولها على الجهة الثانية. اوكي بس هسه ليش ما اكس اور لتون مع 3؟ كانت اكس اور equal x3 هاي x or x3 equal 0 تمام؟ اعمل x or للطرفين بx3 فبتصير x2 يساوي x3 اللي هي 1. طيب ممكن بالضبط حكاية ممكن يكون no solution، بس كتب لي هاي الجملة. It's very well known that every technician earns money in a technician, so it's impossible to replace any technician by any combination of others. فهيك هو حكى لك انه هم linear independent. فلما linear independent يعني في unique solution اللي هو ما في row of zeros. unique solution يعني حد هو حكى بس يس هو بس عشان يعرف يتفهم اكثر. طيب هذا الكود الاول نكتبها بأكثر من طريقة، بس خلينا نحكي احنا عمل مع فيكتور فيكتور فوليا، أو خلينا نكتب بيتزا هاي خليها هي البيتزا. اوكي ال n اللي هي 251 هاي n ماتريكس. اوكي
اللي بدنا نعمله رح نمشي احنا عاملين فيكتور اوف بيت سيت. البيت سيت عشان تكون هي عندكم فكره ايش هي، اذا ما احكي بيت سيت ب 10 يعني زي كان عندي سترينج طوله 10 من 0 و 1 بقدر عليه اعمل الاوبريشن اللي بدي اياه. يعني لو بدي احكي هذا البيت سيت الاول اسمه بي تي، هذا اسمه بي تي مثلا، ممكن اعمل بي تي اكس اور بي تي راح يعطيني اللي هو واحد واحد. يعني بعمل اكس اور لرو كامل مع بعض، بس يعني هو اسهل واسرع. طيب هلا احنا حكينا لو نمشي لتحت، ولو انا زيرو ولما اعمل بي تي اوف زيرو بعطيني اول بت وثاني بت عادي، اعتبرها array of boolean. بت ست هي array of boolean. لو انا زيرو ولقيت رو فيه 1 فلازم اعمل swap، بس بحكي انه تعب شوي كنا نحكي اندكس هي الماكس كنا نسميها اي بس عادي هون هي مش مهم، بس بدنا اي وحده منهم تكون هون. نعمل سواب ماكس ريكس تمام. هلا الفكره انه اللي تحتي في منهم 1 فلازم نصفرهم. كيف نصفرهم؟ نمشي على i plus 1 matrix size. لو كان اوكي لو كان هذا المكان 1 شو لازم اعمل؟ xor مع ايش؟ xor هذا الرو مع الرو i مع الماكس اللي هو i وانا عامل swap، يعني برجع محل i هيك صار عندي ريديوس روح شوف نطبع نتأكد. اقرا الماتريكس جاهزه بعدين شوف اوصل احنا هذا التطابق هون. طيب الماتريكس رح نقرا هذا مش الانبوت مش الانبوت اللي بالسؤال، بس بدي اقرا الماتريكس اوريدي معمول جاهز عشان بس نشوف. اتجاه مش انتجاه بقول بدي احكي on bit set طول مع n هاي الماتريكس اوكي j equals بعدين احكي الماتريكس to push back هون هاي الماتريكس هي عبارة عن أربع متغيرات كل رو فيه خمس شغلات واحد زيرو زيرو. احنا بدنا الأصلية، الأصلية هي واحد زيرو 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 واحد ثاني واحد 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 زيرو واحد الثالث صفر واحد صفر صفر واحد صفر صفر واحد هذا صح لا هو
الأخير هو مسؤول عنه، الثاني والرابع. فالثاني هو هذا والرابع. نجرب. طلعت معنا. أوكي، هو عشان إحنا غيرنا الترتيب عملنا سوابات، بس لو تطلعوا هاي x4 equal 0، x3 هي x or x4، x4 0، x3 1، وهاي 1، وهاي هدول التنتين 1 مع بعض ف 0، فطلع معنا نفس الجواب. بس نعمل back substitution ونشوف. أول شيء، في حد عنده سؤال عن هذا الجزء؟ الكومبلكسيتي هون ان تكعيب على 32، عشان هاي الاوبريشن هي ان على 32، كانت قبل شوي ان، كنا نمشي لوب قبل شوي نعمل لوب كي، بس هون بدنا نعملها، اذا بدكم نعملها بلوب كي بتصير. طيب نعمل فيكتور، نعمل في السولوشن او حتى يكون سولوشن. رح نبلش من اخر شيء، من اخر الماتريكس. في البدايه السولوشن تبع اي هو اخر اليمنت وهو ان، بعدين حكينا نمشي من الاي بس 1 لحد ان، كل اشي بالطريق بنعمل له. ماتريكس اي جي ضرب سولوشن ليش الضرب؟ هون افرض اكس 4 كانت 1، احنا هاي المعادلة هي x4 ضرب 0، انه عشان x4 مش مسؤولة عن هذا السطر، احنا بس بدلنا الزائد ضرب ضرب زي ما هو، فالمعادلات تبعتنا زي هيك: a1 x1 x or a2 x2 x or a3 x3 تساوي c. احنا بس بدلنا الجمع، ما عملنا اي شيء بالضرب، الضرب زي ما هو، وهو ضرب اصلا يعني اذا بدك اند خلص، عشان يكون هي 1 لازم يكون الجهتين 1، خليها ضرب ولا اند بس أنا بحكي إنه هي في البداية هاد equal constant bar، بعدين اعمل x or محدود. Yes، نفس الغلط. طيب نطبع السولوشن. هو بدي اياهم اصلا بانكريزنج اوردر، فلو كان سولوشن اوف اي نطبع نحط اللي جبته اي بلس 1 عشان هي 1 اندكس، وبالاخر نطبع السولوشن. بس عشان نتأكد من شبكة سبيس، لو كانت اي اطبع سبيس اطبع المفروض اطبع 1 2 3. تمام، هلا بس ضل نطرح السؤال ونحسب الفورم احنا لحالنا. مش الانبوت كان نقرا ان، نمشي على ان، كل واحد نضل نقرا لحد ما يصير سالب 1، يعني مو هيك الانبوت، انه ضلك اقرا لحد ما يصير سالب 1 بوقف. فلما يكون زي هيك
احنا ممكن نعمل ريسايز للماتريكس في البدايه. اوكي نعمل ريسايز للماتريكس بحجم n، فتكون هاي ماتريكس i. اوكي لازم كي اي ايكوال 1 بس. مبدئيا الكولوم هم الفنيين، فانا بحكي لما يكون الفني الاول عنده اثنين فهذا يعني انه هو هاي تبعته 1. بس عشان تكون زيرو اندكس بدي اعمل كي ماينس 1، ودائما عندي matrix of i of n 1 اللي هم هذا constant 1. فوق هيك نحل السؤال. ما ما سبمت أنا هذا الجزء اللي بحبوش. أنا سمعت عليه غريب. جت اي دي هو بيبعتوه على الايميل. الكومبايلر اسمه جي بلس بلس. شايف بس بدك تزد عيدين. هي اكسبتك. ضل الاسئلة. هاي الفود. بس كمان مرة اخر اشي انت كيف عملت الفورم هذا؟ كل شوي احنا كنا نضرب بصفر واحد واحد. هلا ما في ضرب لانه كله صفر وواحد صح؟ اذا كان هون في واحد انت اصلا ضامن انه كل اللي قبله صفر، انه عشان هو يساوي واحد اعمل اكس اور مع حالي. لما تكون واحد وهي اصلا 100 واحد فايش رح تصير الاكس اور هي تبعها؟ صفر. هاي رح تصير صفر بما انها كانت واحد. هلا ايش ما بصير هون ما بهمني لانه حرجع اضبطه. هاي فاهمها، بس انت ليش اعتمدت انه كلهم واحدة؟ انه الاجابة كلها واحدة. طيب انت بدك تضوي اشي، لو كبست قد مرة بضوي، لو كبست ايفن مرة لكنك فتحته وسكرته، فتحته وسكرته. طيب انا حكيت المعادلات هي انه جمع هدول موديلس 2. فلما احكي لك رقم مودلس 2 يطلع واحد، شو يعني هذا الرقم؟ فرد. صح. عشان هيك كلهم واحد. طيب ليش حسيت انه فرد ليش؟ لما حكيت لك انه ليش؟ عشان انت بدك تفتح سكشن، بالبدايه هو طافي. تمام. كبسته اول مره شو صار؟ طول. كبسته ثاني مره؟ طول. ثاني مره؟ طول. فالفردي بخليه شغال. اتحمل انا معك، بس انت اخر شيء قلت انه كل الاجابات واحد بدون ما تعمل اي معادله. يعني انت ما انت بدك كل السكاشن المضويه. انا اوكي انا ما حكيت كل الاجابات واحد، حكيت كل المعادلات اجابتها واحد. خلص تمام. بعدين نعمل الجاوسن كان هيك دائما بطلع 1 2 3 4. اوكي كل الضوء مضويات صح.
او كل شيء لازم يكونوا موجودين. تمام، لو كان عندي مثلا سامبل معين انه عندي اربع اضواف وعاملين، واحد حيضوي اول ثلاث والثاني حيضويهم كلهم. طيب حكيت اضويهم كلهم هاي الحاله، حيكون عندي اول ثلاث ايفن. واحد عندك اربع اضواف. طيب عندك اربعة والاول شخص حيضوي اول ثلاث. الأربعة. بس الثالث عشان يكون اوكي انا بس طبعاً من عندي راح يطلع الجواب بس انك تكون الثاني يضوي كله مباشره.